السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت مرشحات اجتماعيات للصف الأول متوسط الفصل الثاني. نزلت الفصل الأول، إن شاء الله اليوم نزلت الفصل الثاني. سؤال الأول، عرف ما يأتي. السومريون هم أقدم الشعوب العريقة التي استطاعت وضع الأساس لبناء الحضارة في القسم الجنوبي من العراق القديم الذي عرف ببلاد سومر. الأكاديون هم من أقدم القبائل المهاجرة من الجزيرة العربية إلى بلاد وادي الرافدين، سكنوا القسم الأوسط من العراق واختلطوا مع السومريين. الكويتيين هم قبائل جبلية غير متحضرة كانت تقطن جبال زاكروس في شمال العراق. أوتيحكال أحد الأمراء السومريين منطرد الكويتيين والقضاء عليهم وتحرير البلاد منهم. أورنومو وهو مؤسس سلالة أور الثالثة الذي استطاع توحيد البلاد سياسيا، وهم من أقدم المشروعين في التاريخ. سرجون وهو من أبرز الملوك الآشوريين، هو وابنه سنحاريم وحفيده آشور بانيبال الذي قاد الجيوش الآشورية لتوسيع نفوذه في وادي النيل وفلسطين ومصر. نبوبلاسر هو مؤسس الدولة الكلدانية الحديثة، آخر السلالات البابلية الذي تمكن من القضاء على نفوذ الآشوريين في نهاية القرن السابع قبل الميلاد. نبوخذ نصر الثاني وهو من أعظم الملوك سياسيا وعسكريا فضلا عن إبداعاته من ناحية العمرانية والبناء. لوكال وهو لقب أطلق على الأمراء وتعني باللغة السومرية الرجل العظيم. قانون لبة عشتار هو من أقدم القوانين التي كانت تضم العلاقات والمعاملات ما بين الناس، وهو مدون باللغة السومرية. السؤال الثاني، املأ الفراغات الآتية. يبدأ العصر القديم البابلي القديم بظهور حركة واسعة التنوين والتأليف. ثانيا، من أبرز ملوك آشور هي سلالة بابل الأولى. للعراق أهمية أيضا أسماء تاريخية أطلقت عليها، ومنها وادي الرافدين وبلاد ما بين النهرين. تتميز تضاريس سطح وطننا العراق بالتنوع وغالبة الانبساط والانحدار التاريخي. تنتشر كهوف المنطقة الجبلية التي أوت أسنان العصور الحجرية مثل كهوف شانيدار وهزار مرد وزرزري، وأقدم المدن الزراعية هي قرية جرمو عند أسفل جبال زاكروس. سادسا، من أشهر المدن القديمة آشور ونينوى وكالح ونمرود وخرسبال. عرف العصر الذي ظهر فيه السومريون بعصر فجر السلالات بعصر فجر السلالات. عصر فجر السلالات السومرية، ويشهد ذلك العصر تشكيل أنظمة سياسية عرفت بدويلات المدن السومرية مثل أريد ولكش والوركاء أو كيش وأورك، وفيها ولد النبي الله إبراهيم الخليل. ثامنا، يبدأ العصر البابل القديم من ظهور حركة واسعة من التدوين التأنيب والنقل والترجمة. من أبرز السلالات الحاكمة في العصر البابل القديم هي سلالة بابل الأولى. أهم القوانين في حضارة وادي الرافدين لبة عشتار وقانون حمورابي. من أبرز ملوك آشور سرجون. لأورنومو إنجازات عديدة منها توحيد البلاد سياسيا وبناء الزقورات. السؤال الثالث صحح العبارات الآتية. السومريون من أقدم الشعوب التي استطاعت وضع الأساس لبناء الحضارة في القسم الشمالي من العراق القديم. خطأ، في القسم الجنوبي من العراق القديم. أوتيحكال أحد الأمراء الأكاديين. خطأ، أحد الأمراء السومريين. تمكن سرجون الأكادي من تأسيس سلالة أور الثالثة في 2113 قبل الميلاد. خطأ، تمكن الملك أورنومو الملك أورنومو. يعد حمورابي من أعظم القادة السياسيين والعسكريين، واتخذ مدينة أكد عاصمة له. خطأ، مدينة بابل.
ضم قانون حمورابي 282 مادة قانونية دون بالخط الهيروغليفي وباللغة الأكدية، خط دون بالخط المسماري وباللغة البابلية. السؤال الرابع: ما هي الإنجازات الحضارية لإنسان بلاد الرافدين؟ صفحة 41. السؤال الخامس: مرت الكتابة المسمارية بثلاث مراحل، ما هي الكتابة الصورية والكتابة الرمزية والكتابة الصوتية والمقطعية؟ السؤال السادس: يقسم المعبد إلى قسمين، ما هو المعبد العلوي والمعبد السفلي؟ السؤال السابع: للديانة أهمية كبيرة في حياة الشعوب، من أهم تلك الآلهة؟ صفحة 37. السؤال الثامن: تعد القوانين أهم ما يميز حضارة العراق، ما هي أهم القوانين؟ موجودة صفحة 37. السؤال التاسع: ممن يتألف المجتمع العراقي القديم؟ موجودة صفحة 35. السؤال العاشر، هذه الورقة الأخيرة: عدد السلالات الحاكمة والمتعاصرة، ما هي أهم السلالات؟ هذه السلالات موجودة صفحة 29. سؤال 11، علل ما يأتي: أولا، اعتمدت الحياة الاقتصادية في بلاد الرافدين على الزراعة، وذلك لأنها ازدهرت لتوفر التربة الخصبة ووفرة المياه والمناخ الملائم لنمو أنواع كثيرة من المزروعات. تعدد الآلهة في العراق القديم، وذلك لأهميتها الكبيرة في حياتهم، إذ تحدد سلوك الإنسان وحياته وعاداته وتقاليده. اهتم ملوك بلاد الرافدين بتشريع القوانين، لأنها تحدد واجبات المواطن وتحقق لنشر العدل بين أبناء الشعب كافة. للمعبد أهمية كبيرة ودور بارز في حياة المجتمعات القديمة، لأنه مركز ديني له علاقة وثيقة بحياة الناس. هاي عيني، إن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو، مرشحات الفصل الثاني.